هناك نقطة مهمة جدا حول ادعاءات الصين سيد أمين. الحزب الشيوعي الحاكم في البداية أنكر وجود معسكرات اعتقال، ثم بعد كشفها من قبل حقوقيين قال إن هذه مراكز ضرورية لكبح القوى الثلاث للإرهاب والانفصالية والراديكالية الدينية في شينجيانغ، يقصد في تركستان الشرقية المتاخمة لأسيا الوسطى على الحدود الشمالية الغربية للصين. إلى أي مدى الأمم المتحدة مقتنعة بهذا المبرر أو هذه الذريعة، وهي ذريعة القضاء على الإرهاب والانفصالية والراديكالية التي تسميها الصين؟ نعم، يعني هذه قوى الثلاث التي دعا إليها الرئيس السابق منذ 2003، يعني يدعي أن هنا القوى الانفصالية، قوى التطرف الديني وقوى القومية، تدعي أن الصين، أن أهل تركستان الشرقية من ضمن هذه القوى، قوى الثلاثة. ولكن الأمم المتحدة والعالم أجمع يعرف أن شعب تركستان الشرقية مسالمون، أن شعب تركستان الشرقية هم أناس مواطنون يحب السلمية هكذا، ولا هذه دعايات بس لتغطية جرائم الصين. فنحن يعني قد جربنا مرات يعني استخدام هذه الدعايات من قبل الصين لتغطية جرائمها. فلذلك يعني هذه الزيارات وهذه الدعايات وهذه التهم التي تتجه إلى تركستان الشرقية، إلى شعب تركستان الشرقية، كلها يعني باطلة، وكلها يعني لصالح الصين، يكون لصالح الصين ضد شعب تركستان الشرقية.